فور نهاية اللقاء تعرض فريق القناة الثانية الذي كان مكلفا بالتغطية تعرض لمضايقات وسب وشتم من طرف أحد أعضاء المكتب المسير للنادي، والصور التي سنعرضها عليكم اللحظة تختزل كل شيء. علاش دوزام الله؟ علاش كيقول دوزام الله؟ علاش؟ عمرو دوزام الله اعدامي، ما عطوش دوزام، ما عطوش دوزام. صافي ماشي مشكل، يلا الشيخ دوزام ماشي ديالك، دوزام ماشي ديالك، كنخلصوه الدولة.